عاكسات ضمن حواف الملابس، قصة أخرى لحرية الحركة، موضة من التويد لراكبي الدراجات، تصميم بديل للألياف الاصطناعية المسامية. الجمع بين الموضة والعملية، هذه هي فكرة المصمم أوليفا زينز. يقوم بتصميم السراويل والصدريات والسترات حسب المقاس. أنا أصمم موضة الدراجات لأنني من المتحمسين لقيادة الدراجات وأقود أنواعا مختلفة منها منذ فترة طويلة، وحاليا توجد دراجات رائعة لا تناسبها جميع أنواع الملابس، ولأنني أشتغل على المظهر الخارجي وأصمم الملابس رأى أنه يجب ارتداء ملابس جميلة تتناسب مع الدراجات الجميلة. أساس موضته هو ما يلفت النظر، التويد قماش تقليدي من بريطانيا وإيرلندا، إلى جانب النموذج المعروف من مشتقات البني. يستخدم أوليفا الأقمشة الملونة ذات الفئات الوزنية المختلفة، ويقص منها أزياء شتوية أو ربيعية وللسيدات أيضا. يبلغ سعر القطع 3800 يورو، ومن يريد ركوب الدراجة مرتديا ملابس أنيقة يفصل له أوليفا بدلة على مقاسه. البدلة التي فصلتها هي بدلة عمل عادية، وقماشها المصنوع من ألياف الصوف معالج بتقنية النانو، بحيث عندما تمطر بغزارة في الخارج لا يمتص القماش الماء، وإنما يتجمع في قطرات عليه ويتدحرج ويسقط عنه. سواء مطر أو أشعة شمس، مصمم الموضة يرتدي التويد يوميا على الدراجة. الملابس التي أرتديها مع السروال العريض لا تزعج سائق الدراجة، ولا يضطر لحزمها لكي لا تعلق في قضبان العجلة، وكذلك القماش مقاوم للاحتكاك. منذ الربيع يقدم أوليفا أزياء جاهزة للمرة الأولى. يقوم بتسويق هذه المجموعة مع تاجر الدراجات البرليني أولغيش كريس. وهو يملك محلات غيتا فيلو في برلين. الأزياء مخصصة لسائقي الدراجات المهتمين بالموضة والذين يريدون اقتناء إكسسوارات متميزة. هناك تشكيلة متنوعة من الدراجات المختلفة، ولدينا حاليا الملابس المناسبة لها. هذا يعني أنني عندما أقود دراجاتي في الهواء الطلق أرتدي ملابس خاصة، وعندما أكون في المدينة أرتدي ملابس أخرى. هذا تطور ولد السنوات الثلاث الأخيرة، وأصبح معتمدا لدى شركات الأزياء الكبيرة أيضا، كسلسلة محلات الأزياء السويدية H&M التي تبيع للمرة الأولى ملابس خاصة بالدراجات. صممت الملابس بالتعاون مع ماركة بريك لين بايكس اللندنية، ولا يمكن من النظرة الأولى معرفة أن لهذه الملابس وظيفة خاصة. فكرنا مع فريق بريك لين بايك بأفضل طريقة لارتداء قفل الدراجة، ثم خطرت لنا فكرة وضعه في حزام الخصر. كذلك هناك خطاف لتعليق رزمة المفاتيح، هكذا يكون كل شيء في المتناول مباشرة. المجموعة تشهد إقبالا، وتم بيع أغلب القطع. لا يزال يعتمد على القطع الفردية، وفي مشغله في برلين يصنع أوليفا زينز الملابس بشكل يدوي. موضة التويد مع المظهر الملفت تلقى رواجا عالميا. بالنسبة لساكن لندن، فإن قماش التويد ونوعية الملابس ليس غريبين بالنسبة إليهم، ولكنهم ربما لا يجدون في المدينة التشكيلة التي أقوم بصنعها والتي تكون مناسبة للدراجة، ولهذا السبب فهم يأتون إلي. ولذا فنحن نركز على التواصل مع تجار الدراجات لتسويق هذه الأزياء وتطوير التعاون معهم. ملابس غريبة لسائقي الدراجات في المدينة، والمصمم أوليفا زينز يريد الآن اكتساح أوروبا بأزياء التويد.